أبيات شعرية من أحد طلبة العلم في دار الحديث بمسجد ذي النورين في ذهاب شيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى لحج بيت الله الحرام لعام 1440 للهجرة النبوية. ودعتك الله يا من قد سكن بالي، يا عز واغلى بشر في العمر قد حبت. ودعتك الله ما نعجز تقوالي، كف بيكون وضع طلبك متى قفت على طريق الحرم قد سار طوالي. يهناك يا شيخنا يهناك حج البيت، يهناك يا شيخنا يهناك حج البيت. تقبل الله منك كل الأعمال، نوصيك تدعي لنا يا شيخ متى حجت. يوم كنت في الدار كم كان الجميع سالي، يوم كنت في الدار كم كان الجميع سالي. اسمع دروسك ومنها يا كم تغذى، اسمع دروسك ومنها يا كم تغذى. أستودعك ربنا من في السماء العالي، أستودعك ربنا من في السماء العالي. ونسأله يحفظك أن سرت وانحلت، أستودعك ربنا